برضو يعني برضو انا عايز اعقب على كلام يعني سؤال حضرتك كويس جدا واكيد في صالح لعيبه النادي الاهلي وهيبقى في توعيه للجمهور في القصه دي. انا عايز الناس ترجع للسكريبت اللي كان بيحصل مع كهربا اول ما انتقل للنادي الاهلي. بيطبق بحذافيره، مفيش سطر ولا كلمه اتشالت محمود ولا ضد امام عاشور. بدا بان كهربا بيثير مشاكل، بعد كده امام بقى يثير مشاكل. بدا بان كهربا متضايق وندمان، بعد كده امام بقى متضايق وندمان. بدا بان كهربا عايز يمشي ومش عارف ايه، وبعد كده امام عايز يمشي وعايز نفس السيناريو يا كابتن. جمهور الاهلي قدر يحمي كهربا وبيكرر نفس الامر مع امام عاشور، وبيحمي امام عاشور وما بيصدقش الكلام ده، وابتدى يتعامل مع الناس دي ان هي طيب. الامر وكرر. عشان بس دي مهمه جدا عايز الحق قبل ما نقفل، لانه مهم جدا ما يقال ايضا. من الممكن ان نرى في كل فرق الكره في العالم ان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين المدرب واللاعب، اللي ما بيلعبش او اللي ما بينزلش او اللي ما بيعملش، دي بتجدها. اللي انا اعرفه داخل النادي الاهلي ان بيتم عقاب اللاعب وخلاص وشكرا والموضوع انتهى. تقولوا ايه برضو في هذه النقطه، لانه في ناس داخله وانا واحنا عارفين احنا بنتكلم عن مين تحديدا يعني. طيب استكمل النقطه دي اخيرا بس. نفس الامر بس مثلا بيحصل على سبيل المثال مع محمد عبد المنعم. هنرجع لنفس النقطه اللي قلت لحضرتك، الموضوع نفسي بحت. انا عندي لعيب ما شاء الله ربنا يحفظه متكامل، لعيب سرد باك قوي، هيدر زهايل، هداف مش من ضربات جزاء، لا الراجل كل اهدافه مؤثره وبشكل مميز جدا. بالظبط مؤثر مع منتخب بلده كمان، عنده سرعات يعني. الموضوع لو شفت الجون اللي عبد المنعم جابه من الكورنر، عبد المنعم هو اللي بدأه على فكره. يعني كان الراجل ظهره للملعب واستلم الكوره، كان المفروض يرجع لمصطفى، فمصطفى يشتت فالكوره تروح في اي حته. لا ده عمل فنت ولف بجسمه وحط الكره لعبد القادر في مساحه فاضيه، عبد القادر طلع معلول، عمل الكروس جت كورنر. فعبد المنعم من اللعيبه المتكامله. كان في هجوم عليه قوي جدا بعد ماتش الزمالك، ويعني مش عارف ايه رد هو على الناس دي عملي في مباراه مازيمبي بالهدف طبعا وبالاداء وبكل حاجه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يعني. فلعيب متكامل فبيتعرض. جمهور الاهلي قدر يحمي عبد المنعم. النقطه الثانيه يا كابتن، مفيش فرقه ما بيحصلش فيها مشاكل. طبيعي الناس متخيله ان اوضه اللبس دي مثلا العشره الابره يسكت. لا العشره اللي بيلعبوا او اللي انت عندك 30 نجم في الفرقه. الناس كلها عايزه تلعب، دايما بيحصل فيه خلافات في كل انديه العالم. اي حد لعب كوره هيفهم القصه دي. الناس فاهمه ان اللعيبه كلها بتخش بيقعدوا مع بيكلموا بعض، ده في لعيبه ممكن تخش يقول لك ما اعرفش جه ولا لا من الزحمه ومن العدد ومن الناشئين اللي بيتصعدوا. فالخلاصه ان ده طبيعي. لكن الجميل بقى في النادي الاهلي، او الجميل عند جمهور النادي الاهلي، لما لعيب بيغلط عمر ما الجمهور بياخد صف اللاعب. طبعا الجمهور بياخد صف الكيان او صف النادي، لان الجمهور خلاص اتعود من ايام حسام ابراهيم، من ايام الحاضر. لا انا قصدي في اوقات اول يعني طيب. الفتره بتاعت 2019 واللي حصل فيها واللعيبه اللي مشيت، عرف ان في ممكن نجوم تقيله جدا وناس يعني خدت بطولات والوضع. الناس كانت ممكن تخيل الناس دي لما تمشي النادي يقع او النادي يتهز. بالعكس الناس دي خرجت بره، ما خدتش حتى دوره رمضان. في الطايره رجال او سيدات مثلا. انا بقول حاجه، بتكلم عن كره القدم اللي هي الابرز. فاللعيب اللي هيحس ان هو يعني رجليه شالته او حس ان هو اكبر من النادي الاهلي يراجع نفسه. لان النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول بياخد موقف، واللي بيساعد النادي الاهلي ان ياخد موقف ان جمهور الاهلي دايما بيبقى في صف ناديه مش في صف. انا بحب اللاعب واشجعه واشيله فوق كتافي وفوق راسي طول ما هو مخلص للنادي الاهلي، طول ما هو لابس تيشيرت النادي الاهلي، طول ما هو بينهي حياته في النادي الاهلي بشكل كويس وبيخرج من باب الكبير. أيوة. بيفضل لحد اخر يوم في عمره جمهور الاهلي مش ناساه له. لكن اللعيب اللي بيخرج عن الاطار او الجمهور دايما بياخد صف.